قال لي اسكو هيل بو بي ايا كدور فاند بي ايا ديغانا دا امارادا ايا ولي بدنا كيشه دالك ايتوبيا ابي احمد او قلوبنا ميل جيرين سكسوك ايا ولي با سرماني عون كو تهي ايا شيغي ان اي كايل كحير استان فلاقة دا تي بي الف وحالا شيغي ايا انتقري اي سمايان وحواك دي بقرشو حال دقال او اي دعال بناي سي قوبا اي هورا عدن كيدا يقوم مدي سيدوك لها هذا الكيافيين كراميلي ذا تي بي الف قتاجو ريضا ايا هاينو ابي احمد كوحي لفريدا وهو لا ياشا تكره ايا لغا قولا لي ايين شب ايا هلاك وسو قاري نيوان كي وايهان لغا فردي وايه قارا يعون تا تكره جيست كلا وحا دايدا كا عدادي او برتي لغو هورين ايا يكسو بوداي ورو ايدين كو بيتي ايا بيان كي حالي تار تي في او هاين دول كا كلا اها دام باري چيزاز كم بيدو بيا عربيد ايا ولي با دولة دا اسلام كا جمهورية دا ايران اي دبي بارو تارتين تاليس كابي احمد وركاني او هروش يلا اي قرارة دا الجزيرة اي دنبابان ريراها عربيت كو شاكتاي ميد بيا كما دبعان اما دام او بو جريتو بيا سمد لغا كاني طيح قمعيل سور رقا قادة قبل قصرة سور رضا يا موجين يا عما ديال سغاشن كبادن او حيوكتو دا لغالي اي هاي ودما دا يوكرين يا اسبين او كدقا يا اسلا چير كاسنا هوادا كدادين يا بحادو حران وعلى شيغ ايانا رنتاني احاي تيكي انتاي ديليغا دقال كا ايدارارهان يمي كاسو احايد اني توبيا كا قررونا تاي تي بيا يوغونا ولي وحينو دحشي باحينا دقال دا دلك اي توبيا وراركا دو بيريغا هيكا ايمان ايا عردنا كيلي ايا شاعكا غادا يمن موچيين هبين كي حالا اي قور لي سكرلوكي حال سر لو هبين كونا لبا ويكا وحالا اركا اي رئيس الوزارة ابي احمد او يوبان ميل قبا يوحا او اي كدع ايسو قبا دنو اي وليبا هام داي سيدو كران اي كو حيران يهين ام عوداشن اي بوراها دادير ابي احمد او يمين كان نقضي تليها قودة عيدة مدى قلب كسيدة دالك اي توبي اي كودة واقين عيدة كيسو كعانتا كودة كان سدح مقالو ابان دولا ايسا قونا ود من شاقاي دالادا عنفرتو دنبابتو اما حييك تيادا لادا اي اي ايسا قونا شاقاي نيقب قبتان داد كو دو دولا بقل اوقاف كواسو كمي دهبو يلي عماريا ليكو صدو شي كيرلك عنفرتا هالكا اي ديلان تيراك لا واسدو شاكتايا وحوكالو شاقاي ندعضو كونفور قلبي داي حيكتا وقوي قاما قالا اي عيدا مادو هادا هور مرفي عنك قارين وحو شاقاي كورنيل كان عيدا مادا دالكا اي توبيا اي قارين قولو هورلا ولو انتا كو دراين يقنا ادلو ويقاي اولا قارسيي هان راوي باحد ديزله وحود البضين لوچي هايستوچيد كما قلاف كسارا سي لو أحلي لها أما وليبا حارش لوغو سمين لها وحاي كوشيغان عدوغو قده هاتي بيلف يسوغا بي أحمد تودونا يوحو شيغانو أوضي أما نيبي يي دمان چيدت كي رچدا يي ديلادا هديبا يجريم ما داما أي مركا هرابا اسكا هايين وديدي دعضا كلا وحاي يدرا واسو دوات كي ساكا البابا دلو لابي وابتي دو يغادة مرايكن كوكولا هادي صوبا تاسو ايو عسكا دين اما فوصارا وغا ديكتين ان اي جرتو نبت قليو لان كوسو فول له داد يدون يبا وحيالكا كي إساقونا وحالا شيغا يا اندان جريه مرايكن كا ايتوبيا لغو يلالنا يا ميل قبوضا او كاقادا بعانا يو افات كا وريغا يا ايوغو اسولونا يا مرايكن كو انان هادي صوبا هاين ميل اسكو حالين كرا ودامين دا ودا وحاينا لموجيه اي امال لصوصا راي موق اي سور عليه عيدا مدى عيركا اي جاسس كمي دوبي اي امارات كعرابتا وهو دا وقوي قدال كايتو بي اي سكولة بالرقو يا كواسو دقين اهن لو اهبي يلين كل باليسا يا مغالا اي اقه دا وعلا شاقين تاني عابي يجعير اي وكيان داي حكومة دا ايتو بي اما داما فضا عد تيو وين اي دل كودا كجيس دا امارات كو لنا عوقوي غارد افريكا ورر كاو سيدو غلاها ايا فورها دبايشا جيلالكو ايا شيغ ايا ان بلد حامات كان لغو شراي دولة دا ليبيا اسكاقا دا واغضي مركليا ان لدلدلو چنان كهول قبا يا خليفة حافتر كاسو توقها ايا انو كاقايب غرا واحد دورشا لغو شيغ اي امت شالغا ملقبورين ايو يدون واحي حكومة دا عان تتبكا هي ليبيا سو چيدي سي ان ويلكي اسوقو استي برتيا بيه لغو حيري اسف الاسلام غدافي إساقا لفتي سنة لو دبكا ديبو ميل دران إيريرا مسكوت غوان كان إسقلو سبو دداهي وحو فجع إياب قليا وحي عرادة كنول إيدكتا كامغلاي أما دلاكا هين بيرسالي سيدو كلا مركا رقا لحن دابيو وحالا شيغيا إن دولة دان ردبكا هي أي دورا شو غبريسو تدباتن يسيدات نين أو دمان تدوان بركي لغو قدباي قدافي وهمون قبع وحالا شيغيا إن نمبا ميشا أو يتالدقو وكوهاري دورا أرين تاسي وحاكا بيديدي الدولة دها الجيريا مصر نيجر إيا انت حيسا كواسو كتل ما مينا لاقبالي دونين إن قوان هبين للاسو قورة بهالي يي لايسك قفليو خليفة حفدر يساف في الإسلام غدافي تعدا كلا حكومة دينا بايدن أياد دربتين لقسمو أما سيحرا حلا لوسو ديبو ويلكي عرد
ee uu ka baxay islaankii ay isku marnaan jireen boqor buur madow oo ka mid ahaa raggii dhoobta loo jiiday waa Qadaafiye. ugu dambeyn daawada duqa lowlowga ah ee ina Baydhan ayaa ku hadlay in la guryo keeno Saifal Islaam Qadaafi intaanay kala dhicin xeedho iyo fandhaal, isagoo sidoo kalena uga mahadnaqay dowladda cadadabka ee Liibiya sida ay u filisay go'aankii uu hore ugu soo jeediyey. Haddaan u dhuuhayno Daambari, waxay sheegayaan wararka isugu jira Bilibilida iyo Baajeeriska inay dhiilo colaadeed ka taagan tahay inta ka dhexda deegaanyada Shiinaha iyo Ruushka. Taliska askarta gaashaanbuurta NATO ayaa ku baaqay soona tebiyey inay isu habaynayaan Moscow iyo Beijing sidii midba dhankeeda ay gulufka ugu heensayn lahayd dowladaha Ukraine iyo Jamhuuriyadda Taiwan. Wardhuugaalaha ayaa bitinaya in ciidamada NATO ay ka ruqaansadeen kana gurmadeen sidoo kalena ka ciidaminayeen badda cad, badda cas iyo badda madow si ay u baajiyaan inay gaar ku gaadhaan ama ay uga haki lahaayeen weerarada ay ku ekeyn doonaan Vladimir Putin iyo Xi Jinping. Afhayeenu hadlay gaashaanbuurta NATO ayaa dhayda ka cadeeyay inay hayaan kasiino iyo rusho dhaba oo sheegaysa inaanay fara la gafi doonin xukuumadaha Ruushku, dowladaha Kiev iyo Taipei. intaa wuxuu ku daray afhayeenkan in sidoo kale ay wadnaha farta kaga hayaan in Ruushku weeraro oo uu ku dacaldhabo dalalka Georgia iyo Poland. in dhowaalaba waxaa biyaha badda madow isdhaafaysay isna weydaaranayay hirar iyo mawjado balaayo madow madowa, taasoo sii cakirtay deeradii awalba Hiflaayd. laba caanamaal ka horoo maantaba loo soo gaadho ayaa la arkayay iyadoo Ukraine waxoogay xawo war ah ay u dareerisay sida iyo qorax ka soo baxa, iyadoo doonaysa inay wax kaga daadiso harsoo korka iyo gadiidka yoomyoomihiisa, taasoo reera furaysa wixii ay soo kabaal qaadeen. in la wadi jirayba waxaa la bitinayaa inaan il iyo baal la isku qaban dhinacana dhulka la dhigin marka la eego xaaladaha ka durfaandhabaya Daambari, taasoo waxa la sugaaba ay tahay qowda. iyaduna Teer iyo Gugi la doortay golaha deegaanka Laxooska ee Buuhoode waxay sheegayaan wararka ay sidaan dadka afluurada leh in degmada uu ka bilaabmay yididiilo horumarineed oo loo riyaaqay, taasoo la sheegay in la gudagalay meel naqal. mudanayaasha golahaasi oo ragu badan ayaa iska xulay sida la sheegay inay wambarka degmada maqaarka u marmariyaan afada la dhaho Khadiija Axmed Aadan oo ay u garteen inay hal dabala u hogaamin doonto geediga maalin sawaalka ah ee degmada Buuhoode ay ku doonayso inay ku gasho kob geeduhu baxaan. waxaa la sheegayaa inay u saanyadeen gabadhan maadaama la ogyahay in duulka haween la yidhi ay ragga kaga horreeyaan dhinaca tuulaalaha tashiilista iyo gleelka rarista iyo furistaba. dhammaan bogcadaha hoos yimaada Buuhoode ayaa looga sara kacay golahan, sida ay TRTV u sheegeen xogooda ogeysiya golaha deegaanka ee ay burhka u tuureyso duqa degmada Buuhoode Khadiija Axmed Aadan. dhinaca kale waxaa la sheegay in la iska hor leexiyey dhammaan xaska iyo qodxaha ka hor imaan kara in golaha deegaanka Buuhoode u qaado jidkii ama waddadii ay ku tooseen maamulkii ugu horreeyay talada degmada oo la biniixiyey inay degmada kula wareegi jireen intay xilka hayeen Jeerin iyo meel Timcad Gaable. warku wuxuu intaa ku daray in golaha deegaanka Buuhoode ay dhaqaajiyeen mashaariic horumarka salka ku haya oo kala jaajada kuwaas oo ay ka mid yihiin heshiisiin beelaha deegaanka iyo weliba isku soo manaqateynta wixii daqaamo dhexdooda taalo si loogu caweeyo nabadgelyo buuxda. maamuldadejin ilaa jirida hoosu xushan oo loogu adeegayo dad iyo duunyaba wixii maamulka degmada Buuhoode xilkan u qaadeen. wacyigelin dadweynaha deegaanka lagu baraayo macnaha ay dowladnimadu leedahay maadaama aan aagga Soomaaliland ka tirin intii la xisideeba. tan afraad ayaa golaha deegaanka ugu kabaleedeen inay dadka reer Buuhoode u diiwaangeliyaan 100,000 oo qof iyagoo isku wada gabileeda bariga Soomaaliland. iyo tan ugu dambeysa oo iyaduna noqonaysa sidii duqa degmadaasi Khadiija Axmed Aadan ay ugu soo dhalaali lahayd kartideeda ah in duulka haween la yidhi ay ku daydaan maadaama ay tahay gabadha keliya ee madiga ku ah xilalka degmooyinka Soomaaliland oo dhammaantood ay rag ka dhowkaysan yihiin. ugu dambeyntii daawada wararka ka soo jirfanaya dalka Ghana ayaa sheegaya inuu halka ka qabsoomay shir duceed ay ka qayb galeen ama fooda geliyeen 19 dal oo ku yaala qaaradda Afrika. kulanka ayaa waxaa lagu marti qaaday dalalka kale ah Ghana, Mauritania, Sierra Leone, Guinea, Koonfurta Suudaan, Cameroon, Liberia, Somaliland, Ethiopia, Nigeria, Kenya, Mali, Senegal, Zambia, xeebta Foolmaroodiga ama Ivory Coast, Zimbabwe, Gambia, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Soomaaliya. isuqoorlaabkan ayaa la sheegay inuu ku saabsan yahay sidii loo hirgelin lahaa qabka iyo hamiga qaaradda Afrika. Soomaaliland lagu marti qaaday shirka waxaa uga qayb galay Gaasim Cabdirisaaq, Yuusuf Danaakil iyo wasiirka xigeenka waxbarashada ee Soomaaliland, kuwaasoo gundhada isugu tuuray xaflada. intuu shirku socday waxaa dal kasta gooni gooni isu arkayay ergooyinka madasha ka maraayay, iyadoo xubnaha wafdiga Soomaaliland dalka Ghana ku suganay kala xaajoonayeen dalalka qoobka soo geliyay caasimadda dalka Ghana ee Accra sida ay aqoonsi u siin lahaayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland.